لأن هناك ضحية وهناك صورة مهمة دائما يجب أن تكون هناك مهمة أكيد هي الاحتيال هي المصير الذي يكون ضحية لها بعض ضحايا لهذا البقاء أو المفدي إذا هذه كل عناصر التي تحدد الأجناس الأدبية السابقة. طبعاً في السؤال متعلق بالشق النظري من قبل القصة بهذه الأجناس الأدبية متقيد مباشرة إلى القصة كجنس أدبي محدد من خلال هذه الدورة. نعم الجنس الأدبي نتحدث داخل هذه القاعة إذا كانت مغلقة فهذا الفضاء المغلق هو فضاء لمجموعة من الأمكنة إذا الفضاء أشمل من المكان هو فضاء لمجموعة من هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان وهذا المكان إلى غير ذلك إذا الأحداث التي تحدث داخل هذه القاعة في القصة هو القاعة هي الفضاء وداخلها مجموعة من الأمكنة يكفي أن يخرج السارق أو إحدى الشخصيات من هذه القاعة إلى الساحة تصبح هذا مكان والساحة مكان والمدينة هي الفضاء ويكفي أن يخرج السارق أو إحدى الشخصيات من المدينة تصبح المدينة مكان والمكان الآخر مكان والمغرب هو الفضاء ويكفي أن يخرج من المغرب إلى مكان آخر يصبح المغرب مكان والمكان الآخر مكان وأفريقيا هي الفضاء مثلا من أمشب المطلق إذا الفضاء يتمدد ويتقلص حسب استعمال الأمكنة الموجودة في النص الأدبي إذا كل هذه العناصر هي المشكلة على المستوى النظري والنظري القصة والقصيرة العنصر الأساسي في وحدة الموضوع هناك تكتيك هناك اختزال إضافة للعناصر التي تشترك فيها مع بقية الأجناس الأدبية السلفية هل يصدق تقرر بقول أننا مش كيف نشوف يركزون قالت بلغني أيها الملك السعيد أنه في قديم الزمان وسالف الدهر والأوان في مدينة الصين رجل خياط مبسوط الرزق رجل خياط مبسوط الرزق يحب اللهو والطرب وكان يخرج هو وزوجته في بعض الأحيان يتفرجان على غرائب المتنسات فخرج يوما من أول النهار ورجع آخره إلى منزله عند المساء فوجد في طريقهما رجلا أحدب رؤيته تضحك الغضب وتزيل الهم والأحزان عند ذلك تقدم الخياط هو وزوجته يتفرجان عليه ثم أنهما عزم عليه أن يروح معهما إلى بيتهما تبين؟ نعم ليناديمهما تلك الليلة فأجبهما إلى ذلك ومشى معهما إلى البيت فخرج معهما إلى السوق وكان الليل أقبل فاشترى سمكا مقليا وخبزا وليمونا وحلاوة يتحلون بها ثم رجع وحط السمك قدام الأحدب وجلسوا يأكلون فأخذت المرأة الخياط جزلة سمك كبيرة ولقمتها للأحدب وسدت فمه بيدها وقالت والله ما تأكله إلا دفعة وحيدة زيان ولا أمهلك حتى تمضغها وكان فيها شوكة قوية فتصلبت في حلقه لأجل القضاء أجله فمات وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام قطعة من بدايتها من نهايتها دارس عارف دارس الناقد دارس القاصر دارس العالم خفايا كتابة سريعة يبدأ القصة من نهايتها هذا هو السر الأول اللي ما خلصتوش هي كان خصكم تخلصوا كان دوما اخر ماشي من الاول القارئ العادي كيقول لك دابا كان الصياد الخيار مبسوط الرزق كمل ياك الى عطيتكم هذه الجمله هذه السرديه خيار مبسوط الرزق كمل احنا راه رايحين في هذه القاعه
إذا كان مثلاً تقارن بعين إضافة مختلفة، واحدة يقول لي خياط مسطرز خرجي تسارة، واحدة يقول لي خياط مسطرز مشى للمحل ديالو، واحدة يقول لي خياط مسطرز وقع له شي مشكل أخرى إلى غير ذلك. يعني إذا كان عندنا 40 غتكون عندنا 40 احتمال للترتيب، ولكن السؤال هو لماذا بالضبط هذا الاحتمال الواحد هو أنه خرج التناسب؟ لجواب على هذا خصنا نبداو قصة من النهاية. ما هي النهاية؟ النهاية هي موت أحد. نعم، إذا نبداو من موت أحد. لماذا؟ دابا السؤال لماذا؟ هذا راه مهم جدا هذا السؤال. لماذا هذا؟ لماذا؟ لماذا مات الأحداث؟ لأنه الشوكة في الحقل. تصوب؟ الشوكة في الحقل. الشوكة في حقل. لماذا تصلبت الشوكة في حقل؟ لأن أغلقت باب الهوة. لأن الزوجة لقمته جزلات السماء. لماذا لقمته جزلات السماء؟ لأنه اشترى اشتروا السمك المقلي. لماذا اشتروا السمك المقلي؟ لأنه كان الوقت ليلا شاء ليس هناك متسع الوقت لتحضير الشاء. لماذا اشتروا السمك المقلي؟ لأنهما دعوا الأحداب. لماذا دعوا؟ لأن رؤيته تصير الناظرين. ولماذا؟ لأنهما خرجا للتنزه. ولماذا خرجا للتنزه؟ لأن الخياط مبسوط الرزق ويحب الله والطرق. إذا نحن هذه المتتابعة السادية باش كنا نلاحظ السؤال لماذا؟ ثم لماذا هذا الترابط؟ أو ما طبيعة الترابط؟ من الذي يحدد الآخر؟ السابق أم اللاحق؟ في الوحدات السادية ارتباط السابق معنى أن اللاحق هو الذي يحدد السابق. ما الأحداث؟ لأن الزوج لأن الشوكة تصلبت. إذا اللاحق هو الذي يحدد السابق وليس العكس. القارئ العادي كيقرأ من السابق إلى اللاحق، حنا كنقرأ من اللاحق إلى السابق. إذا القاعدة الأولى هي تعلق السابق باللاحق وليس العكس. بالنسبة للقارئ العادي كيقرا من الاول لاخر، حنا كنقراو من الاخر. لماذا؟ لان علاقة بين واحد لماذا؟ لان علاقة نتيجة سببية. نعم العلاقة سببية. نعم، القاعدة الثالثة طبيعة العلاقة بين الوحدات السببية هل هي معقولة منطقية أم فيها العجائب والبركات؟ لكي توهم القارئ بواقعية، يوهم بأن الأحداث وقعت بالفعل، ينبغي أن يكون أو تكون العلاقة بين السابق واللاحق علاقة منطقية. ما الأحداث؟ لأن الشوكة تصلبت. ممكنة ولا مش ممكنة؟ منطقية. تصلبت الشوكة لأن الزوجة لقمة السمك أو جزلة السمك و شدة العلاقة ينبغي أن تكون علاقة منطقية تكتسب قوتها من المبدأ من العقل من الواقع حتى يصدقك المتلقى. إذا هذه القواعد كانت هي القواعد الأساسية لكتابة القصة، هي ما نسميها القواعد السادة. هذه القواعد بالنسبة للناس المتمرسين في كتابة القصة قد لا يحترمون، ولكن في البداية دائما احنا في الورشات نقول أننا ورشة للمبتدئ. ورشة المبتدئ من الأحسن يكتب طريقة كلاسيكية وفق هذه القواعد. سي رشيد، ورشة حول القصة، يعني ما هي الأصل كتابة القصة حسب وجهة نظرك؟
طبعاً هذا الصباح كان عندنا لقاء مع مجموعة من تلاميذ ثانوي تأهيلي في إطار المعرض الجهوي الذي تشرف عليه المديرية الجهوية لوزارة الثقافة. إذن كانت هذه الورشة مرتبطة بموضوع تقنية الكتابة الخصوصية. هذه الورشة التي ساهم فيها الرصيد الوطني لنشر القراءة عبر مجموعة من المحطات الثقافية على المستوى الوطني. إذن في هذا السياق وكما عاهدنا مجموعة من المتتبعين ومهتمين بالشأن الثقافي بشكل عام على أننا سنستمر في تأطير الشباب الواعي من أجل ترسيخ الكتابة القصصية على المستوى الوطني، ارتأينا المشاركة والمساهمة بهذه الورشة في تقنية الكتابة القصصية لفائدة هذه الناشئة. وكان هذا الصباح لقاء جميل مع مجموعة من التلاميذ الذين في الأخير استطاعوا إنجاز واحد المنتوج ولو أنه بسيط لأنه مبتدئ، ولكن على الأقل استطاع أن يحترم المكونات الأساسية للكتابة الخصوصية كما قدمناها من خلال الورشة، سواء المستوى الشق الأول الذي كان نظريا من خلال محاولة تعرف جنس القصة القصيرة والخصوصيات التي تميزه عن بقية الأجناس الأدبية السردية، والشق التطبيقي المرتبط بإنتاج الخطاطة السردية في النهاية ثم تحويلها إلى نص قصصي مكتمل.